مزيد من التفاصيل حول آخر أخبار مهرجان العالمين بتنضم إلينا مباشرة شروق وجدي مفيدة إكسترا نيوز إلى العالمين. شروق أنا برحب بيكي، يعني وكلمينا عن الجديد في مهرجان العالمين. نانسي برحب بيكي وبكل مشاهدي شاشة اكسترا نيوز. نانسي زي ما قلتي فعاليات كثيرة جدا هذا الأسبوع، الأسبوع الخامس من مهرجان العالمين الجديدة، يعني فعاليات رياضية، فعاليات ثقافية تراثية، وأيضا حفلات غنائية في مهرجان العالمين الجديدة، بجانب عرض الأزياء المنتظر يعني من الجميع من أول ما بدأ مهرجان العالمين الجديدة. لو اتكلمنا عن عروض الأزياء، يعني احنا بنشهد النهارده نانسي الفعاليات الأولى للعرض لمايكل سانكو دلوقتي حالا في مؤتمر صحفي لهذا العرض أو عرض الأزياء اللي من المنتظر أنه يكون خلال الأيام القادمة. احنا بنتكلم عن عرض أزياء لمايكل سانكو بجانب كمان عروض أزياء أخرى لعشرة من يعني العرب المهتمين أو المختصين في عروض الأزياء. كمان لو اتكلمنا عن العروض الغنائية والحفلات اللي هتكون موجودة معنا، احنا بنتكلم انه بكرة هنشهد يعني حفل غنائي للنجمة بهاء سلطان والنجمة كارول سماحة، ايضا الموسيقار الكبير عمر خيرت هيكون لي حفل في مدينة العالمين الجديدة. بنتكلم انه يوم الجمعة يعني الحقيقة مدينة العالمين الجديدة والمهرجان عاملين لنا مفاجآت، مثل مسار إجباري هيكونوا متواجدين رضا البحراوي هيكون متواجد وأيضا مسلم. بنتكلم برضو انه هيكون في فعاليات يوم الجمعة والسبت، فعاليات رياضية قوية جدا منتظرة وهي سباقات جري وسباحة وركوب الدرجات، هيكون عندنا منها انواع على اليومين القادمين او الجمعة والسبت، هيكونوا متقسمين زي السوبر سبرنت والجري الفردي والجري الريلي وايضا الاولمبيك الفردي والريلي والفاميلي ريس او سباق الاسرة مع بعض. كل حاجة فيهم هتكون مختلفة عن التانية. لو اتكلمنا عن السوبر سبرنت هيكون 350 متر من السباحة في البحيرات الطبيعية اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة، 10 كيلومتر من ركوب الدراجات، 2.5 كيلومتر من الجري. لو اتكلمنا عن السبرنت أو الجري الفردي أو الريلي هيكون 750 متر من السباحة في البحيرات، 20 كيلومتر من ركوب الدراجات على الممشى السياحي، و5 كيلومتر من الجري أيضا على الممشى السياحي او كما يسمى بالكورنيش. ولو اتكلمنا عن الاولمبيك الفردي او الريلي هيكون كيلو ونص من السباحه في البحيرات، 40 كيلومتر من ركوب الدراجات على الممشى السياحي، و10 كيلومتر من الجري ايضا على الممشى السياحي. وسباق الاسره هيكون ابسط شويه عن بقيه السباقات، هيكون 20 متر من السباحه و500 متر من الجري. اليك نانسي. شروق أنا الحقيقة بشكرك على كل هذه التفاصيل، تفاصيل وافية الحقيقة، وعيشتينا كمان أجواء المهرجان بهذه التفاصيل، وخلتينا يمكن أو خليتي أي حد بيتفرج يكون متحمس أنه يحضر عطلة نهاية الأسبوع في مهرجان العالمين الجديدة. أنا بشكرك شكرا جزيلا شروق وجدي مفيدة إكسترا نيوز، كنت معنا من العالمين.